هاي بنات، عاملين ايه؟ النهاردة معانا تيتوريال رقم 3 باستخدام الاي شادو باليت من هدى بيوتي اللي هي الدازر داسك باليت. اوريدي نزلت ريفيو كامل بالسواتشز واتنين لوك باستخدام الباليت دي. لينكات الفيديوهات هتكون في اخر الفيديو ده وتحت في صندوق المعلومات. والنهاردة هعمل لكم اللوك التالت، وهيبقى لوك على موفات زي ما قلت لكم. انا اوريدي عملت كل الميك اب باستثناء الليبستيك وعملناه مع بعض في الفيديو. اجهزي معايا، لو مكنتيش شفتيه برضو الرابط هيكون في اخر الفيديو تحت في صندوق المعلومات. ويلا بينا نبدا على طول في لوك الاي شادو. هبدا باللون اللي هو اسمه ديزرت ساند، ده اللي هو قريب من لون بشرتي. هحطه بس على الجفن من فوق كبيز عشان اثبت الكونسيلر اللي انا حطاه على الجفن من فوق كبرايمر، وابدا ادمج فيه بقيه الالوان. فرشة دمج هدخل باللون اللي اسمه ايدن اللي هو على بطيخي شوية، احطه كلون انتقالي. بعد كده هاخد اللون اللي هو اماثيست اللي هو على موف مات ما بيلمعش، واحطه في كسرة العين. موف من اصعب الالوان انك تعمليها، والموف ده مش بطال ابدا ابدا، احسن من اللي استخدمته قبل كده في كاد وان دي. زي ما قلت في فيديو الريفيو بتاعي، هو البيجمنت بتاعه او قوة اللون بتاعه ضعيفة شوية، وهتحتاجي ان انت تبنيها على مرتين بس. هو حلو قوي فعلا، سهل كمان في الدمج جدا، ومش بلاتشي او مش مبقع، يعني مش بيحطه في حتت اتقل من حتت تانية. كده انا حاطاه في كسرة العين البطيخي والموف. هدخل بفرشة مسطحة، والفرشة دي مكانها اللون اللي هو لون بشرتي فمش هيبان حاجة، وبس هعمل شوية سبراي عليها عشان بحب اعمل كده مع الالوان اللي بتلمع عشان تقوي اللون شوية. وهدخل باللون اللي هو رويل ده اللي هو موف بيلمع، وهحطه على جفني. على فكرة اللون ده اول مرة احطه على جفني، احطه على الجفن المتحرك. واو، شايفين؟ اوكي، من اللي انا شايفين هو بيتحط بصبعك اقوى بكتير، وده عامة لقيته في الشادوهات بتاعت هدى بيوتي عامة، انه بصبعك اللون بيتحط اقوى من الفرشة. فهبل صبعي نفسه، بعدين هدخل في اللون اللي هو رويل. فعليا تحفه تحفه تحفه. كالعاده انا حاسه برضو الكاميرا مش مبينه قد ايه هو غامق وحلو، بس هو اغمق من كده في الحقيقه. هو مش موف غامق قوي، بس هو يعني في الحقيقه اغمق من ما باين لكم شويه. وكالعاده طبعا هحط لكم صور عشان يبين اكتر. هاخد فرشه تانيه مسطحه وهرشها برضو بساتنج سبراي، وهاخد اللون اللي بيلمع اكتر وافتح اللي هو تويلايت ده، موف فاتح بيلمع، وهو المفروض ان هو دو كروم. كلمه دو كروم اوريدي شرحتها في فيديو الريفيو بتاع الباليت دي، فمش عايزه اضيع وقتكم اني اشرحها تاني للناس اللي اتفرجت عليه. هحط اللون الافتح في نص العين بس، عايزه اجربه بالايد اشوف لو بالايد احسن. واو، بصوا الفرق، بصوا بالايد باين اكتر بكتير، غريبه قوي الموضوع ده في الشادوز بتاعت هدى بيوتي كلها. بايدك الشادوز اللي بتلمع بايدك بتبقى احسن بكتير. فرشة دمج بس وادمج اللونين الموف في بعض. هاخد شوية من الغامق تاني، هاخد شوية من الموف المات، وهرجع تاني في كسرة العين. عيب بقى الاي شادوز دي ان هي، بصي مش عارفه الكاميرا هتبين ولا لا، بس هو تحت العين كله واقع عليه اي شادو بشكل مش طبيعي. فاللي انا هعمله ان انا هحاول اخد فرشه
نظيفة معلهاش حاجة، واشيل اي حاجة واقعة تحت العين. والخط الرموش التحتاني هياخد اللون اللي هو امبر اللي هو ده، يعني هو اورنج غامق شوية، وهعمله ميكس مع اميثيست اللي هو ده. واللي دخلت العين هياخد اللون اللي هو هياخد ممكن نفرتيتي اللي هو الجولد اللي هنا، وهحطه في دخلة العين. واو بصوا، دلوقتي هحط ماسكارا وارجع لكم. استخدمت ماسكارا لوريال تلسكوبيك، وهستخدم الاسنس لونج لاستنج اي بنسل ده اللي لونه سيلفر جوه العين. والروج اللي هستخدمه هيكون جافري ستار سيلبريتي سكين اللي هو ده. استخدمت جافري ستار سيلبريتي سكين ومعاه من ذا بالم سنسير في نص الشفايف بس. دلوقتي اقرب للكاميرا عشان تشوفوا الاي شادو من قريب، وكمان هحط لكم صور في اخر الفيديو. اشوفكم المره الجايه، باي.